أصبحت مصر الآن محط أنظار العالم. هذا هو السيسي الذي نجح أن يجبر الجميع على أن يطلق على الدورة 69 لكأس العالم للأمم المتحدة، دورة عبد الفتاح السيسي. ثانياً، سيعلن التيار اليوم عن إجراءات عقابية من الشعب المصري والشعب العربي ضد تركيا لوقاحتها ولمواقفها المستفزة ضد مصر. أقدر أقول إن مصر اتغيرت وبقت أفضل وأحسن وأقوى. أقدر أقول إن ثورة 30 يونيو أثرت في العالم. أقدر أقول إن مفيش رئيس دولة حظى بهذا التصفيق الحاد وهذه الحفاوة في الاستقبال داخل مقر الأمم المتحدة إلا المشير عبد الفتاح السيسي. سوف نذهب عقب العيد مباشرة بناء على الدعوة التي وجهت لنا من السيد رئيس جمهورية كوريا الشمالية إلى السادة قادة طيار الاستقلال في مصر. سوف نقوم بزيارة إلى الصين وكوريا في أعقاب عيد الأضحى المباشرة لتحقيق التوازن المطلوب ودعم العلاقة بين الشعبين والعمل على وجود استراتيجية قوية بين مصر ودول الشرق كما سعيد من قبل بين مصر ودول الغرب. سعيد أن تنتقل ميادين الثورة إلى أمريكا ذاتها إلى نيويورك. سعيد وسعيد أكثر بالمصريين إن أثبتوا إن هم بره جوه يقدروا يأثروا. وبتمنى أنا بعتبر اللي حصل وده درس من دروس الأدب السياسي للإخوان. أنا بعتبر اللي حصل درس مش بس للجالية المصرية في أمريكا، لكل الجاليات المصرية والعربية في العالم أن تجمعوا من أجل قضايانا. إحنا مفككين، إحنا على مستوى التنظيم كعرب مش قد كده. اللي حصل اليومين اللي فاتوا أثبتنا إن إحنا ممكن، بس لازم يبقى قدامنا